قطام كانت من أصحاب الرايات الحمراء، كانت تعمل لجهاز الموساد الإسرائيلي. كانت من أصحاب الرايات الحمراء. إيش نعرف إحنا في تاريخ عمل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي يهودي؟ إيش نعرف إحنا؟ إحنا بتبانا جهة أمنية. إيش نعرف إنه عمل أجهزة المخابرات؟ شلون يجندون المصادر؟ من خلال لو فلوس لو نساء، صح أبو؟ لو فلوس لو نساء. هاي شنو هاي؟ نساء. هذه طبعا ويقينا كانت تعمل لجهاز الموساد الإسرائيلي في ذاك الوقت.